اهلا بيكو في اول فيرتشوال راوند تيبل لانفستيجيت سمارت ريل استيت اند كوفيد 19. طبعا كلكم حضرتوا معانا في السنين اللي فاتت استراتيجيك راوند تيبلز الانفستيجيت كانت بتنظمها في الفتره اللي فاتت, وطبعا احنا في ظل القاهره وحابين ان احنا نقدر ان احنا نكمل برضه في مواضيع مختلفه. الانفستيجيت ان هي دي فتره الاكشلي احنا محتاجين ان احنا نشير مور توجذر الاستراتيجيز والتشالنجز عشان خاطر الانفستور والهوم باير وكله يبقى مدرك الريل استيت ماركت وضعه ايه واتجاهاته ايه وايه التشالنجز ذات ات شود تيك انتو كونسيدريشن اند فيس الفتره اللي جايه في ظل الظروف اللي احنا متعايشين كلنا مع بعض.